مع يبقى كده التضخم ممكن يكون في الموجود. احتمالات وجود ورم او كده لا بالظبط. قدر الله. طيب عايزه ارجع للحته بتاعت الحاله النفسيه اللي اتكلمنا فيها مع ندى، لانه كتير برضو بيتقال ان الحاله النفسيه والمشاكل اللي ممكن نكون بنتعرض لها والستريس والضغوطات وكده والحزن كمان ممكن ايوه يسبب الاصابه بالسرطان صحيح او يعزز ان هو برضو تتنشط مظبوط. الخلايا السرطانيه وتنتشر. انا هقول لك حاجه، تصوري ان في بحث اتعمل او دراسه يعني على السيدات اللي جالها سرطان في الثدي في خلال 6 شهور لسنه بعد وفاه الزوج، يعني من كتر الحزن على حاجه كبيره زي دي حصل لها سرطان ثدي. ففعلا الحزن والضغط النفسي بيزود من نسبه اصابه الكانسر عامه، ومش بس الكانسر، يعني بيسبب مثلا حساسيه في الجلد، بيسبب حساسيه على الصدر، يسبب قرحه في المعده، يسبب امراض في القلب. فالضغط النفسي ده اكتر حاجه نحاول نبعد عنها الحقيقه يعني. هل في مستحضرات تجميليه معينه نبعد عنها واحنا بنتعامل مع جلدنا واجسامنا ممكن تعرضنا للاصابه بالسرطان؟ هل في طريقه معينه نقدر بيها ان احنا نعيش غير الاكل زي ما اتكلمنا عليه؟ هل طريقه بقى معينه نقدر نحافظ بيها على جسمنا خارجيا ان احنا ما نتعرضش للاصابه بالسرطان؟ ولا ده يعني انا بسال حضرتك اسئله الستات قاعده بتفكر فيها، بتفكر انا فيها اعمل ايه مظبوط. اسوي ايه؟ لان ده البعبع اللي كلنا بجد والله يا دكتور بنترعب منه. هو طبعا المستحضرات التجميل كلها فيها مواد يعني كيميكلز كيميائيه يعني، فاي حاجه مصنعه كيميائيه يعني اكيد هتكون مضره اكتر من الحاجات الطبيعيه. فكل صحيح. ما نحاول نروح ناحيه الحاجات الطبيعيه كل ما ده يكون يعني لو افضل. هنحط كريمات نحط كريمات طبيعيه، لو هنحط مزيل عرق نقرب اكتر من من الطبيعي الحاجات مش الكيميائيه. الطبيعيه ودلوقتي الحاجات دي موجوده بماركات مصريه باسعار كويسه، ف يعني متواجده وماركات طبيه كمان، يعني بالظبط. ما فيش فيها اي لكن مشكله. برضو مهم ان احنا نحاول دايما ان احنا نحط سان بلوك، واقي الشمس، اوكي، علشان احنا بلدنا فيها شمس قويه يعني الحمد لله. هي نعمه طبعا اكيد. فلازم ان احنا نحط واقي الشمس، بس في نفس الوقت نبقى بنسيب كده فتره صغيره ناخد فيها شمس عشان الفيتامين دي، طبعا لان مهم جدا. الفيتامين دي مهم قوي، وهو اثبتت دراسات كتير ان هو ليه علاقه بسرطان الثدي. لما يكون هو قليل بيبقى فيه معاه نسبه من اعلى من سرطان الثدي، وحتى السيدات اللي جالها سرطان ثدي مش بتستجيب للعلاج كويس لو نسبه الفيتامين دي عندها قليل. فنحط واقي الشمس، لكن نخلي كده وقت في اليوم يعني ان شاء الله ربع ساعه يكون فيه تعرض للشمس علشان الفيتامين دي. طيب احنا معانا يا دكتور على التليفون انتصار. اهلا وسهلا يا انتصار. ايوه اهلا وسهلا بيكي. اهلا بحضرتك، اتفضلي. سؤالك يا انتصار من فضلك. لو سمحتي، انا مريضه كانسر بقالي 4 سنين الف سلامه وماشيه على الدواء الهرموني دلوقتي. تمام. امتى بقى ابطل علاج وانا اخلص من المرحله دي؟ يعني امتى؟ انا ماشيه على علاج كويس والحمد لله، المؤشرات كويسه لغايه دلوقتي، مفيش اي حاجه وحشه. ابطل امتى بقى الادويه والحاجات دي كلها اللي تبع دي بتخلص امتى؟ انا ما دخلني الف سلامه. الف سلامه على حضرتك. الدواء الهرموني عادة بيتاخد لمدة 5 سنين. في بعض الدراسات بتقول انه ممكن يكمل، ملوش ليميت معين. لكن هو ملوش اضرار يعني. عادة بيعمل ممكن بعض هشاشة العظام بس. لكن ما بيجيش اضرار منه، فهو كل ما يتاخد لو هو مش مضايقك مش مضر بالنسبة لك في اي حاجة ما فيش اعراض منه فهو هيكون مفيد ليكي. بس عامة بيتاخد تقريبا حوالي 5 سنين. والف سلام عليك. الف الف سلامه يا انتصار، ربنا يديك الصحه ان شاء الله يا حبيبتي وتبقي في احسن حال يا رب ان شاء الله. احنا معانا كمان فاطمه على التليفون. الو يا فاطمه. السلام عليكم. عليكم السلام، اتفضلي حبيبتي سؤالك فضل. للدكتور لو سمحت يا دكتور، انا عندي افرازات في الثدي في جنب من الجنبين يعني مش في الاثنين، ماشي؟ بس عايزه اقول لحضرتك الافرازات دي موجوده حتى وانا كنت برضع بين العيل، والعيل كانت موجوده معايا برضه. انا عندي الكبيره عندها 15 سنه بس برضه كان بين العيل والعيل الافرازات دي موجوده معايا على طول، ولحد الان هي موجوده دلوقتي. طيب هي لونها ايه؟ لون الافرازات دي ايه؟ لونها اصفر. اصفر، اوكي. طيب وبتنزل من ناحيه واحده؟ من ناحيه واحده. طيب من فتحه واحده في الحلمه ولا كذا
فاتحه؟ لا صراحه مش عارفه انا ما بديت عليها كده. طيب عموما الافرازات اللي لونها اصفر احنا ما بنقلقش منها، بتبقى دي التهابات وبتبقى عاده بسبب تمدد في القنوات اللبنيه، بيبقى القنوات اللبنيه بتبقى مقاسها اوسع من العادي، دي طبيعتها ان هي مقاسها اوسع فبتنزل الافرازات. احنا بنخاف شويه لما يكون الافرازات لونها لون الدم كده. بس في كل الاحوال اعملي سونار على الثدي علشان نطمن ونتاكد انه ما فيش حاجه جوه القناه هي مسببه كده يعني. الف سلامه يا فاطمه. ناهد كمان معانا، اهلا وسهلا يا ناهد. اهلا بحضرتك. اهلا، اتفضلي يا حبيبتي، سؤالك للدكتور. كله كويس؟ اتفضلي. لو سمحت، انا كانت والدتي عامله استئصال وورم من الثدي وشالت الثدي كله وتحت الباط، كان في الورم وصل لتحت الابط كده. الف سلام عليك. الله يسلم حضرتك. فبعدين هو دلوقتي اللي كانت عامله قبل كده دكتور، المشكله اللي هي مش عارفه ايه حلها، ان هي كانت عامله قبل كده استئصال بس طلع حميد، يعني من استئصال الورم مش الثدي كله. فطلع الورم ده حللنا العينه طلع حميد. فقعدت يا دوبك سنه بس، وبعد كده رجع الورم تاني بقى ولقيناه تحت الباط وكده، وعملنا ماموجرام وعملنا تحاليل وكده، فقال لا هو في ورم ولازم استئصال الثدي كله وشال كمان من تحت الباط. فهل دلوقتي بقى هي ايه الاجراء اللي هيتبع بعد كده؟ وهل ان هو ممكن يبقى حميد ومسافه سنه او حاجه يقلب تاني مثلا بمرض وحش خبيث او كده؟ وهل احنا كمان هي عندها عمتها من الجدود كانت برضه عامله استئصال، هل انا هي والدتي، هل انا مثلا ممكن ان انا اكشف؟ بس انا عندي 34 سنه وايه الاجراء اللي لازم ناخده؟ ده السؤال بتاعي يعني. ده سؤالك الحلقه كلها، اجابته في الحلقه كلها. شكرا يا ناهد، والف سلامه يا حبيبتي على ماما، والف سلامه عليكي. في حاجات احنا جاوبنا عليها، تقدري يا ناهد ترجعي للحلقه اتفرجي على الفقره تاني، واللي ما جاوبناش عليها يا ريت تجاوبي عليها دكتور بليز لو سمحتي. الحقيقه يعني الف سلام على والدتك يا ناهد. بالنسبه لك احنا قلنا في الفقره ان احنا نبتدي 10 سنين بدري قبل سن الوالده لما اصابت. بالنسبه للعلاج بتاعها على حسب نتيجه التحليل الباثولوجي، بيبقى فيه دلالات كده عشان خاطر نشوف العلاج هيمشي ازاي. سواء هتاخد علاج كيميائي، علاج موجه، علاج هرموني، ده هيبان من نتيجه الباثولوجي. انا ما اعتقدش ان الورم اللي اتشال الحميد هو نفسه اللي رجع وبقى خبيث. ممكن قوي يبقوا ورمين مختلفين تماما جنب بعض، والورم اللي حميد بعد ما اتشال ظهر حاجه خبيثه تانية. لانه مش معنى انه اتشال خلاص انه ما فيش حاجه تانية ممكن تظهر في نفس المكان يعني. فانا ما اعتقدش ان الحميد تحول، لان الحميد مش بيتحول ابدا لخبيث يعني. طبعا الف الف سلامه على والده ناهد، ونتمنى لها ان شاء الله الصحه دايما. دكتوره، موضوع سرطان الثدي موضوع كبير جدا، ولسه كان عندنا اسئله كتير، بس للاسف احنا وقتنا خلص بسرعه. بس بشكر حضرتك جدا على وجودك معايا. بشكرك جدا جدا، وكمان بشكرك على المعلومات المهمه قوي اللي حضرتك قلتيها لنا وقلتيها لكل الستات والبنات، وان شاء الله يا رب الصحه والعافيه لكل الستات والبنات. ميرسي يا دكتور جدا لحضرتك. ميرسي قوي قوي.